أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشتكم شاشة تلفزيون قطر، وهنا من المؤسسة العامة الحي الثقافي كتارا نحييكم، ومع جائزة كتارا لتلاوة القرآن في دورتها الأولى تحت شعار حديث النبي عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم. باسمكم مشاهدينا الكرام ابتداء أرحب بلجنة الأحكام والتجويد، أهلا ومرحبا بكم، وأرحب أيضا بلجنة التحكيم الصوتي، أهلا ومرحبا بكم. مشاهدينا الكرام، طيلة الأيام السابقة كنا نشنف أسماعنا بهذه التلاوات الجميلة، أخذنا معكم ومع لجنة التحكيم 100 متسابق، ترشح منهم 10 في هذه الحلقة، ثم بعد ذلك يترشح من 10 5، يتم القراءة أمام لجنة التحكيم وباختيار بعض المواضع التي سيختارها قبل بداية التلاوة، ثم بعد ذلك ترجع إلى لجنة التحكيم ويأخذون بعد ذلك النتائج ضمن المعايير الدقيقة التي وضعت خلال هذه الجائزة. من يا ترى العشرة الذين ترشحوا معنا ووصلوا إلى هذه الحلقة؟ لنشاهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. زينوا القرآن بأصواتكم. بهذا رفع شعار مسابقة كتارا لتلاوة القرآن الأولى، والتي فتحت أبوابها للترشيح لمدة شهر واحد قبيل شهر رمضان المبارك. توالت المشاركات من أقطار عدة، فتخطى عدد المشاركين 2000 من نحو 70 دولة. أسدل الستار على 100 من أصحاب المزامير العذبة، فاجتمعوا هنا في الحي الثقافي كتارا للتغني بآي القرآن، وعلى مسمع لجنتين رئيسيتين، أولاهما أخذت بالتجويد حتم لازم، ولجنة عذوبة الصوت التي تخيرت الترانيم الشجية. تنوعت المقامات واختلفت القراءات، وبقي الحظ الأوفر لعشرة من المتسابقين فقط ممن تخيرتهم اللجنتان للمنافسة النهائية. أول المتأهلين كان أحمد عمر النجار من جمهورية مصر العربية. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. عيشنا الآيات الكريمة بروح، روح الآيات، عشنا روح الآيات مع الخشوع التام، مع التصوير الذي يتماشى مع الآيات الكريمة. ما شاء الله. أحمد والله أخذت بلبي، بارك الله فيك، وهنيئا لمصر بك، وهنيئا لنا في هذه المسابقة أنك حضرت معنا، والله ما شاء الله. أما ثاني الملتحقين بركب المتأهلين كان أعمر سيد أحمد من موريتانيا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعشف. يعني أسرت الأسماع، يعني صوتك في قوة تأسر الأسماع إليك يعني. ثم وقع الاختيار على إسلام أحمد جاد الرب من جمهورية مصر العربية. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. عيشنا مع القرآن فترة كده جميلة. طريقة الأداء تذكرني بطريقة المصريين القدامى. أنس الطوراني من المملكة المغربية كان رابع المتأهلين. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له.
هناك بعض الفروع أتى بها، يعني ما أتى بها من قرأ من سبقه. إحدى سمات هذه المسابقة كانت بتأهل خالد ممادرا من الفلبين، كان ممن تميز بحسن الصوت وإتقان الأحكام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. حقيقة هذا هو عين الإعجاز في كتاب الله تعالى. أي والله، أنت بدايتك في التقليد، وإنما أنت متقن ومتفنن، هذا الذي نريده من القراء. أما الجمهورية الجزائرية فكان لها حضور في نهائيات المسابقة، وقد تمثل في القارئ شاوش أحمد. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام. يقول إمامنا ابن الجزري رحمه الله: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. الله أكبر. محمد نيازي محمد عبد العزيز من جمهورية مصر العربية كان ممن تميز كذلك بحسن الأداء. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنا لا أرى تجويدا أعلى من هذا التجويد أصلا. ما شاء الله. تناول التعبير وتناول المواكبة وتناول الدلالات التي ترشد إليها الآية بصوت معبر، بارك الله فيك يا محمد نيازي. أما ثامن المتأهلين هو القارئ محمد بنونة من المملكة المغربية. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إما أن يكون مقلدا متقنا، وإما أن يكون صاحب يعني حرف نكمة، تكلم صاحب يعني. وكان تاسع المتأهلين محمد مصطفى عبد الرحمن من جمهورية مصر العربية. وجعلنا الليل والنهار آيتين. يعني صوتك صراحة يدخل القلب ما شاء الله، قرأت قراءة طيبة، تنقلت كثيرا بين المقامات، هذا يعني بين المساحة الصوتية اللي عندك. وختام الركب كان عصام سالم من ليبيا، وهو المتأهل العاشر. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. حروف وصفات كالذهب. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، لا تعليق. يعني رمضان شهر القرآن وأنت أتحفتنا بهذا القرآن. ما شاء الله. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير، والذي ظهر معنا من هو أولاء العشرة الذين ترشحوا ووصلوا إلى هذه المرحلة الأخيرة. معنا الآن القارئ أحمد عمر محمد النجار، أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. لجنة التحكيم الدكتور أحمد المعصراوي. اقرأ يا أحمد من قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. شكرا لقارئنا أحمد عمر محمد النجار من جمهورية مصر العربية على هذه التلاوة. تفضل معي شيخ. موفق إن شاء الله. هيا تفضل رجلك هنا مدها بسم الله. أما المتسابق الثاني معنا في هذه الحلقة من موريتانيا أج أعمر سيد أحمد فليتفضل مشكورا. تفضل. هذه مواضع الآيات التي تقرأ، اختار موضوع. من الآية 183 من سورة البقرة. الآية 183 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون بارك الله فيك القارئ أج أعمار سيد موفق إن شاء الله هذه ورقتك اجعلها معك شكرا من موريتانيا إلى جمهورية مصر العربية ومع المتسابق الثالث في هذه الحلقة إسلام أحمد جاد الرب محمد علي أهلا ومرحبا بك إسلام تفضل بسم الله
هذه الآية من إلى سورة النور من الآية 34 إلى الآية 39. نعم. موفق إن شاء الله. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. بارك الله فيك القارئ إسلام أحمد جاد الرب، بارك الله فيك على هذه التلاوة، موفق إن شاء الله موفق. أما القارئ الرابع معنا في هذه الحلقة من المملكة المغربية أنس الطوراني. تفضل أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بسم الله. تفضل. سورة الأنبياء من الآية 83 إلى الآية 90. هذه سورة. موفق إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني
مسني الضر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين بارك الله فيك أنس الطراني على هذه التلاوة. ومن المملكة المغربية نتوجه إلى دولة الفلبين والقارئ خالد مامادرا. أهلا ومرحبا بك القارئ خالد. حياك الله. أهلا وسهلا. تفضل. تفضل خالد. يقرأ من سورة هود من الآية 108 إلى الآية 115. سورة هود من الآية 108 إلى الآية 115. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا
كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. بوركت هذه الأنفاس القارئ خالد موفق موفق. مشاهدينا الكرام كنا وإياكم مع هؤلاء المتسابقين وإلى متسابقين آخرين لكن بعد الفاصل كونوا بالقرب. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ما زلنا مستمرين معكم مع الخمسة المترشحين معنا أخذنا خمسة وبقي معنا خمسة أما المتسابق السادس معنا بعد هذا الفاصل من الجزائر القارئ شاوش أحمد. أهلا ومرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. القارئ شاوش اختر المقطع. بسم الله. عليه ستقرأه إن شاء الله على لجنة التحكيم والذي سيقيمونك عليه بإذن الله. سورة فاطر من الآية الخامسة إلى الآية الحادية عشر. سورة فاطر من الآية الخامسة إلى الآية الحادية عشر. تفضل وموفق إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا و
وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم. بارك الله فيك شاوش أحمد، موفق إن شاء الله. بارك فيك الله يجزاك الخير إن شاء الله. موفق إن شاء الله. من الجزائر إلى جمهورية مصر العربية، والقارئ معنا محمد نيازي، محمد عبد العزيز، اهلا ومرحبا بك محمد، حياك محمد. اختار المقطع الذي سأقرأه ان شاء الله. اي مقطع؟ من سورة طه، تفضل، من الآية 99 الى الآية 111. 111، نعم، من 99 الى 111 من سورة طه. موفق ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. صدق الله العظيم. القارئ محمد نيازي، بارك الله فيك، موفق، حفظك الله. مشاهدينا الكرام، من جمهورية مصر العربية إلى المملكة المغربية، والقارئ محمد بن نونة، أهلا وسهلا بك محمد، حياك الله. اختار المقطع الذي سأقرأه. أي مقطع خرج معك؟
سورة الكهف. تقرأ من سورة الكهف من الآية 45 إلى الآية 50. من الآية 45 إلى الآية 50 من سورة الكهف. موفق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء أفتتخذونه وذريته
الظالمين بدلا صدق الله العظيم. شكرا للقارئ محمد بن نونة من المملكة المغربية على هذه التلاوة، موفق. أما المتسابق التاسع وهو مترشح معنا في هذه الحلقة من ضمن العشرة من جمهورية مصر العربية، القارئ محمد مصطفى محمد عبد الرحمن، حيا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختر المقطع القارئ محمد، تفضل. مقطعك من سورة الحجرات من الآية العاشرة إلى الآية الرابعة عشر، من الآية العاشرة إلى الآية الرابعة عشر من سورة الحجرات، ابدأ بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم
بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. شكرا للقارئ محمد مصطفى من جمهورية مصر العربية، موفق إن شاء الله. أما المتسابق الأخير معنا في هذه الحلقة والمتأهل العاشر من ليبيا، عصام عبد الحفيظ عمر سالم، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. حيا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختر المقطع تفضل. مقطعك أخي عصام من سورة فاطر من الآية 15 إلى الآية 24، من الآية 15 إلى الآية 24، من 15 إلى 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى والله هو الغني الحميد.
حميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات
جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. صدق الله العظيم. شكرا للقارئ، بارك الله فيك، موفق إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، كان هذا هو المتأهل العاشر معنا في هذه الحلقة. يا ترى من هو الفائز والحاصل على جائزة كتارة لتلاوة القرآن؟ من هؤلاء الذين سيغادروننا أيضا من هؤلاء العشرة؟ كل هذا بعد الفاصل، كونوا بالقرب. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل. اجتمعت اللجنة وقررت من هؤلاء الخمسة الذين سيحصلون على المراكز الخمس الأولى، لكن معنا عشر متأهلين شاركوا معنا في هذه الحلقة الأخيرة من جائزة كتارة لتلاوة القرآن الكريم. والفوز الأعظم أن نشارك بكلام ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو تتويج بسيط، لكن تتويج الأكبر حينما نلبس تاج الوقار يوم القيامة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يحلينا بهذه الزينة الجميلة يوم القيامة. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. هنيئا لكم هذا النور. شكرا للجنة التحكيم ابتداء، لجنة أحكام التجويد، وشكرا أيضا لجنة التحكيم الصوتي على استمراركم معنا في هذا البرنامج وصبركم علينا وعلى المشاركين. شكرا لكم. من هم يا ترى الخمس الذين سيتأهلون معنا للجوائز الخمس لجائزة كتارة لتلاوة القرآن؟ بسم الله. أنا سأذكر الأسماء بغير الترتيب، وهؤلاء الخمسة سيدخلون في جائزة كتارة المركز الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، لكن الآن ذكرها من غير ترتيب. بسم الله وعلى بركة الله. من المتأهلين معنا للخمس الأول المراكز من المملكة المغربية أنس الطوراني مبارك، من جمهورية مصر العربية أحمد عمر محمد النجار، من الجزائر شاوش أحمد مبارك، من ليبيا عصام عبد الحفيظ عمر سالم الخامس، هو المتسابق محمد مصطفى محمد عبد الرحمن عرب من جمهورية مصر العربية. البقية شكرا لكم على هذه المشاركة وعلى إتحافنا في هذا البرنامج بالقراءات الجميلة وبالتلاوات الرائعة. شنفتم أسماعنا، هنيئا لكم، هذه النعمة التي حباكم الله سبحانه وتعالى إياها. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل سيكون معنا بإذن الله سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم صليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة لتكريم الفائزين بجائزة كتارة لتلاوة القرآن. كونوا بالقرب. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل مع جائزة كتارة لتلاوة القرآن. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، ومع تكريم هؤلاء الفائزين القراء الذين شاركونا طيلة هذا البرنامج، وكانوا من ضمن 100 تأهلوا هؤلاء الخمسة للمراكز الخمس ولهذه الجوائز. يتفضل الآن سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم الصليطي مدير عام المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة لتكريم الفائزين. أهلا ومرحبا بكم. حياك يا مرحبا. وعليكم السلام. موفق. الله يبارك. مشاهدينا الكرام،
هؤلاء الخمسة سيحصل واحد منهم على المركز الأول، جائزة الأولى 500,000 ريال، الجائزة الثانية 400,000 ريال، الجائزة الثالثة 300,000 ريال، الجائزة الرابعة 200,000 ريال، والجائزة الخامسة 100,000 ريال. سنبدأ من الجائزة الخامسة أو المركز الخامس. الحاصل على المركز الخامس في جائزة كتارة لتلاوة القرآن شاوش أحمد من الجزائر، أهلا ومرحبا بك. الحاصل على المركز الخامس وبجائزة مقدارها 100,000 ريال. مبارك شاوش، أمتعتنا وشنفت أسمعنا. الحاصل على المركز الرابع من جمهورية مصر العربية القانة أحمد عمر محمد النجار، أهلا مرحبا بك يا حياك. الحاصل على المركز الرابع بجائزة مقدارها 200,000 ريال وكفى شرف بهذا القرآن وبتلاوته، شكرا لك شيخ أحمد، بارك الله فيك. جائزة مقدارها 200,000 ريال، مبارك أحمد عمر محمد النجار من جمهورية مصر العربية، مبارك، تفضل يا شيخ. الحاصل على المركز الثالث في جائزة كتارة لتلاوة القرآن في دورتها الأولى وتحت شعار زين القرآن بأصواتكم، أنس الطوراني من المغرب، مبارك شيخ أنس، مبارك. والحاصل على جائزة مقدارها 300,000 ريال، حاصل على الجائزة الثالثة والمركز الثالث أنس الطوراني من المملكة المغربية، مبارك. أما الحاصل على المركز الثاني أو الأول، المركز الأول والفائز بجائزة كتارة لتلاوة القرآن في دورتها الأولى وجائزة مقدارها 500,000 ريال القارئ عصام عبد الحفيظ عمر سالم من ليبيا، مبارك. الفائز بالمركز الأول وجائزة مقدارها 500,000 ريال، مبارك عصام عبد الحفيظ عمر سالم من ليبيا. الفائز بالمركز الأول بجائزة كتارة لتلاوة القرآن، المركز الثاني والحاصل على جائزة 400,000 ريال محمد مصطفى محمد عبد الرحمن عرب من جمهورية مصر العربية، مبارك. حصل على جائزة مقدارها 400,000 ريال قطري، مبارك. يكفي حقيقة أن يشارك الإنسان في مثل هذه المسابقات. مشاهدينا الكرام، باسمكم أرحب بأعضاء لجنة التحكيم ابتداء وانتهاء، شكرا لكم، وأيضا لجنة التحكيم الصوتي، أقول لكم شكرا لكم، آنستمونا وشرفتمونا، علمتموني قبل أن تعلموا هؤلاء المتسابقين معنا بجمال كلامكم وحسن تأديبكم، هنيئا لنا بكم. شكرا للمدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة سعاد دكتور خادم إبراهيم السليطي، وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام. هذه كانت جائزة كتارة لتلاوة القرآن في دورتها الأولى. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يعمل بهذا القرآن ويرتقي في جنات النعيم. أراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.